أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله منها وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، فما عن مفهوم جديد من مفاهيم القرآن الكريم مع كتاب الله عز وجل نستثمر من ثمراته طيبة، ونستفيد من ضرره بحول الله عز وجل إيمانا وعملا. وإنما الله عز وجل الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل. هذا المفهوم هو مفهوم الاستبدال أو التبديل، والتبديل هو التغيير، كلمتان لهما معنى متقارب. والمقصود بالتبديل هنا أو التغيير، تغيير كلام الله عز وجل وتبديل أمره ونهيه. والتبديل له أثر خطير جدا على الأمة إذا وقع فيها لا قدر الله أفرادا وجماعات. وقبل أن نفصل في هذا المعنى وفيما ينبغي للمؤمن أن يحذره فيه، نذكر قول الله عز وجل حكاية عما وقع لبني إسرائيل، وذلك قوله سبحانه: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبنو إسرائيل هم من أولى الأمم التي بدلت، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله الآيات. فمفهوم الاستبدال إذن موجود هاهنا. فهم أولا بدلوا قولا غير الذي قيل لهم من كلام الله، بدلوا أمره بأمر آخر. ثم بعد ذلك بدلوا خير الدنيا بخير الآخرة، بدلوا النعمة العاجلة بالنعمة الآجلة، واستبدلوا ذلك بهذا أو هذا بذاك. هذا الاستبدال هو من أخطر ما قد يقع للإنسان المؤمن، نعوذ بالله منه. صحيح أن الله عز وجل حفظ القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله عز وجل للكتاب هو حفظ رسم ولفظ، يعني أنه لا يمكن أبدا أن يقع تغيير في لفظ القرآن الكريم، فالله تكفل بحفظه. ولكن الله عز وجل ابتلى العباد، ابتلاهم بإمكانية تبديل وتحريف المعاني، وتبديل المعنى كتبديل الرسم سواء بسواء، لأن نتيجتهما واحد، من بدل اللفظ فقد بدل المعنى بالضمن، ومن قصد المعنى عينه فبدله فقد صار إلى معالي ونتيجة من بدلوا الألفاظ قبل، وهم بنو إسرائيل. حينما قال الله عز وجل قبل
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تحريف الكلام تحريفا كليا، هذه صناعة بني إسرائيل. فبدلوا وغيروا، فلما بدلوا وغيروا غير الله ما بهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذ بدلوا وغيروا بدل الله وغير ما بهم من نعمة إلى نقمة وعذاب شديد في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أمرهم الله بشيء فقالوا شيئا آخر، وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، هذا الذي قيل لهم. قال المفسرون حينما كانوا داخلين إلى القرية وهي القدس، بدل أن يقولوا حطة، وحطة تتضمن معنى الدعاء أي حط عنا يا ربنا ذنوبا من الحط والوضع، حطة أي دعاء وطلب للحط من الذنوب من على ظهورهم، وهو بمعنى الغفران والاستغفار. فادخلوا إذن هذه القرية التي أنعم الله عليكم بها واستغفروا ربكم واطلبوه أن يحط عنكم سيئاتكم. فبدل أن يفعلوا ذلك بدأوا كما قال المفسرون، بدل أن يقولوا حطة قالوا كلمة مشابهة لها وذكرت حنطة، بدل أن يقولوا حطة مثلا قالوا حنطة، والحنطة القمح أو البر أو ما شابه، إباء واستكبارا أن يستغفروا لذنوبهم وأن يتوبوا لربهم. بدلوا الكلام المقصود بكلام غير مقصود. التبديل إذن في القرآن قلت من حيث اللفظ مستحيل، لا يمكن أبدا أن يحصل تغيير لألفاظ القرآن، وقد ضمن الله عز وجل حفظ القرآن رسما لا يمكن أن يقع فيه زيادة ولا نقصان. قلت وقد ابتلى الله العباد امتحان في أن مكنهم، أعطاهم إمكانية أن يبدلوا المعاني. يبدلوا المعاني على وجهين، الوجه الأول التفسير المذموم والتفسير الفاجر، أيضا يمكن أن نسميه هكذا. بعض الأحيان يكون هناك تفسير فاجر قد يكون، وذلك حينما يعمد أحدهم إلى تحريف المعنى، كالذين ابتلاهم الله بشرب الخمر وفتنوا في دينهم. أحيانا نسمعهم يقول إن الخمر غير محرمة، ولا وجود لآية تقول حرمت عليكم الخمر كما قيل في الميتة والدم إلى آخر المحرمات، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فيؤولون ويقولون إن قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يؤولون هذه العبارة، وقد سمعت من قال فاجتنبوه ضعه إلى جنبك، هذا تفسير فاجر. هو يعلم من نفسه أنه كذاب، وهو يعلم من يقول هذا تفسير فاجر. وهذا أيضا يدخل في قوله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، هو ما يقدرش يبدل العبارة ولكن يبدل المعنى، تحريف سيء للقرآن الكريم. إذا قالت بنو إسرائيل حنطة بدل حطة تكبرا على الله ألا يستغفروه، فهؤلاء الذين يحرفون معنى التحريم إلى ضده تماما وعكسه تماما، فهو نفس المآل، النتيجة واحدة. لما الحرام تقلبه ويولي حلال أو مطلوب، إذن هي نفس الغلطة الكبيرة التي قام بها بنو إسرائيل قبله. هذا معنى من معاني التبديل، تبديل بطريقة التفسير الفاجر. ويقع أيضا تبديل آخر، التبديل العملي، وهذا قد ابتليت به الأمة اليوم في أغلب أحوالها إلا من رحم الله. ما معنى التبديل العملي؟ يعني أن أعمالنا تعاكس كتاب ربنا، كتاب ربنا يأمرنا وينهانا، وأعمالنا على خلاف كتاب ربنا على التمام والكمال. حينما ترى هذا الفجور في الشوارع والأزقة يسير على قدمين، هذه الحرب التي أعلنت على رب الكون بالعراء الخطير الغريب الذي يحرق الأخضر واليابس في النساء والفتيات مما لم يسبق له مثيل في تاريخ هذه الأمة، هذه حرب أقول أعلنت على رب الكون. وليعلم القاصي والداني أن كل حرب يعلنها الإنسان على رب الكون فإنما معناه الخسران الشامل لمن اعلن الحرب
ولمن أحاط به والعياذ بالله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي حديث زينب قالت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وما نرى اليوم الخبث والعياذ بالله إلا وقد كثر حتى كاد أن يغطي على ما بقي في هذه الأمة من بقية الخير، نسأل الله العافية. هذا أيضا تبديل، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كبر مرة الله أكبر لتتبعن سنن من كان قبلكم. واحد الخطراء النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة ودايزين في سفر من غزواته عليه الصلاة والسلام، ودايزين على واحد قبيلة من العرب مشركين عندهم واحد سدرة، شجرة سدرة كيعبدوها من دون الله وكيعلقوا عليها الخيوط كما كيديروا الناس اليوم مع الأسف في أبواب الأضرحة والأحجار والأوثان، يعلقوا الخيوط، هذا علق خرقة خضراء، هذا حمراء، هذا معلق حجاب، هذا معلق شمعاء. فكانت تسمى عند العربي ذات أنواط، أنواط يعني زراير خيوط مدلين. فقالوا يا رسول الله، هذا الصحابة، اجعل لنا ذات أنواط، درنا بحال هذه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن طرائق، طريق اللي دازوا منها اللي كانوا قبل مننا وهم بنو إسرائيل في أغلب الأحوال، والنصارى أيضا وهم من بني إسرائيل في نهاية المطاف أمة واحدة غادين دوزوا في داكشي اللي دازوا. إنما من رحمة الله بهذه الأمة أن ديك الأخطاء اللي وقعت لبني إسرائيل كبيرة بزاف غادية توقع لهذه الأمة، ولكن الأمة لها خاصية أنها كتقوم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بنو إسرائيل لا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا يأتون في ناديهم المنكر كما كان يفعل قوم لوط أيضا. بنو إسرائيل ألفوا المنكر وتطبعوا عليه وسكتوا، بل صيره دينا له. فلذلك الأخطاء اللي وقعوا فيها بني إسرائيل وقعت في هذه الأمة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الذي حصل لبني إسرائيل فهذه القصة ديال ذات أنواط أنهم كانوا غاديين مع موسى في يوم ما ومروا على قوم يعبدون عجلا ويعبدون أوثانا أحجارا، يعبدون أحجارا، فأعجبهم ذلك وفتنهم إبليس. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، دير لنا حتى احنا آلهة وأحجار بحال هذا الشيء. وموسى غضب، ولكن مع ذلك ما لبثوا عندما غاب موسى حتى اتخذوا عجلا يعبدونه من دون الله عز وجل، في قصة السامري المشهورة في القرآن الكريم. هذه هي قصة ذات أنواط التي وقعت للصحابة، وبنو إسرائيل بدلوا من كلام الله عز وجل. والتبديل لا بد واقع في هذه الأمة من باب تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. وها نحن أولاء اليوم نبدل، إن لم نبدل بطريقتهم أي تبديل الحرف، لأن الله ضمن سلامة الحرف القرآني والرسم القرآني والألفاظ القرآنية، فنحن نبدل في المعاني والمفاهيم. والتبديل له خطر كبير بحيث يدمر الجماعة كلها إلا أن يتفضل الله برحمته وعفوه على العباد. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. والرجز العذاب الشديد نزل بهم في الدنيا قبل الآخرة، وسينزل بهم في الآخرة بإذن الله. رجز، الرجز ينزل بالذين بدلوا وغيروا. وإذا صار الرجز بالأمة فذلك هلاكها والعياذ بالله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الأمة يجب أن تستيقظ وتعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها. نحن مطالبون اليوم كأي وقت مضى، وفي هذه اللحظة التاريخية بالذات التي تعيشها الأمة الإسلامية في انفتاح البلاد والعباد على المنكر والشر الذي يتدفق عليها عبر كل الفضاءات، وانفتاح الحدود الثقافية على العالم الفاجر الكافر. الغرب اليوم في كل صوره الكافرة يصدر إلينا كفرة، ونحن نستقبل كفره بالرحب والساعة.
ونجعله فيما بيننا سلوكا نعيش عليه وخلقا نتلبس به ويتلبس بنا. فتنة بل فتن وظلمات بعضها فوق بعض، لا يخرج هذه الأمة منها إلا أن تعتصم مرة أخرى بكتاب الله. نحن في حاجة إلى بعثة جديدة اليوم، بعثة. وحينما أقول بعثة ليست بعثة بمعنى أن الوحي ينبغي أن ينزل مرة من السماء، كلا، وإنما بعثة، بعثة تنبعث في هذه الأمة بتجديد القبض على الكتاب، بتجديد الأخذ بالقرآن الكريم وبقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إما أن نأخذ الكتاب بقوة وإما أن جرفنا التيارات الهدامة الفاجرة الفاسقة، ولا يبقى لها، قدر الله لهذه الأمة، لا يبقى لها أثر في الوجود. الشيء الوحيد والوتد الوحيد الذي يمكن للمؤمن فردا كان أو جماعة أن يتمسك به ويثبت في هذا الطوفان الجارف هو القرآن الكريم. القرآن الكريم وطريقته في التفسير والعمل السنة النبوية، لأنه فعلا الأمة الآن معرضة لطوفان فيضانات كبيرة وفيضانات نجسة، مش مطاهر جاي، ماء نجس يطم ويعم الآن الأرض وبلاد الإسلام مستهدفة بالذات، ولا يمكن لهذه الأمة أن تنجو إلا بالكتاب. لماذا؟ صحيح لأن الكتاب هو كتاب الله، ولأن حقيقة الوجود في هذه الأمة إنما هو بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن أيضا لأمور أخرى. ما عندك علاش تعول لا أنا ولا أنت ولا البلاد كلها من غير الكتاب والسنة؟ ما عندناش علاش نعول، علاش؟ القوة المادية، الأمة الإسلامية أضعف الأمم من حيث القوة المادية، الأسلحة الفتاكة عند الغرب المدمرة، عند اليهود وعند الأمريكان وعندهم جميعا، وعند أوروبا وعند سائر بلاد الكفر. القوة الإعلامية عندهم جميعا بكل وسائل الإعلام وبكل القدرات الخارقة، بيننا وبينهم مئات السنين من الفروق في هذه المستويات المادية. لا يمكن أبدا أن تقاوم الأمة وتثبت فقط بهذه الأشياء، لو تركت الأمة لهذه الأشياء لكانت الهزيمة ماحقة. ولكن يمكنها أن تثبت بعصا موسى، أحد العلماء الصالحين نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، كتب كتابا سماه عصا موسى، بديع الزمان نورسي رحمه الله. عصا موسى إيش كي يقصد بعصا موسى؟ القرآن، يعني الغرض من الكلام دياله. إذا كانت عصا موسى معجزة أوتيها موسى من لدن الله، وتعرفوا المعجزة ديال العصا، فلق بها البحر فجعله رهوا وفرقوا على جوج، تتحول حية فإذا هي تلقف ما يفكون، فيها غرائب وعجائب. ضرب بها الحجر فانبجست منه 12 عينة، أو فانفجرت منه 12 عينة. عصا تفعل كل شيء بإذن الله، يعني في الحصلة لموسى، وهو الذي كان يخشى أمر الصحراء من قبل، فأوجس في نفسه خيفة موسى، من اللي رموا هذوك الحبال ديالهم والعصي ديالهم كل شيء هذاك الشنض بقى يوقف، تخلع سيدنا موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. ربي تعالى أمنه وقال له لا تخف إنك أنت الأعلى. وقبل ذلك لما ربي تعالى في جانب الطور الأيمن قال له ألقي عصاك، ورمى العصا دياله، العصا تحولت إلى حية تهتز كأنها جان، حل شي جن طير في السماء. موسى هرب، هولى مدبرا ولم يعقب، هرب. قال الله تعالى لا تخف، ما تخافش، إنه لا يخاف لدي المرسلون، أنت رسول ما يمكنش تخاف، ثبت. فبدأ يثبته الأولى والثانية، وقبل ذلك وبعد ذلك قال له سير لفرعون، قال له ولهم علي ذنب، فيدر لهم واحد فضيحة، قتل لهم واحد، فأخافوا أن يقتلون. كان يخاف في الأول موسى عليه السلام، ولكن لما بلوا البرهان في الأولى والثانية والثالثة، في البرهان في العصا في المحصن كيلو حاكة تحل المشكل، فإذا هي تلقف ما يفكون. لما وصل الصراع بين موسى وفرعون، وما أدراك ما فرعون، هو أمريكا في ذلك الزمان، هو إسرائيل في ذلك الزمان، يعني بالمعنى، يعني هو الطاغوت، فرعون هو طاغوت ذلك الزمان، وموسى مستضعف ضعيف ما عنده سلاح وما عنده جيش، شكون الجيش دياله؟ كانوا هم بنو إسرائيل ديك الساعة كانوا عبيد عند الفراعنة، ودوزوا عليهم الفراعنة تمارا، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم،
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البنيات كيخليهم والوليدات كيقتلوهم. كانوا مستضعفين أذلاء، وفي الصراع كله بينهم وبين فرعون خايفين، وتقتلوا وتعذبوا، وفي نهاية المطاف ربي تعالى قال له خرج من البلاد، وتبعه قومه قلاء. فرعون قلب عليهم وجاء الخبر بأنهم هربوا، فما كان من فرعون إلا أن أتبعهم بجنوده، هز جيش عظيم عرم رم وتبع موسى عليه السلام بالجيش ديالو باش يقضي عليه ويمحقه، حتى وصلوا أي موسى عليه السلام مع السلة القليلة من بني إسرائيل اللي معاه، وصلوا لقوا قدامهم نهر النيل، والنيل من أعظم الأنهار في العالم، كان يسميه القرآن الكريم بحرا ويما لعظمته، معروف تمشي فيه السفن، ما زال كذلك إلى اليوم. إذن اش باقي قدامه؟ موسى وأصحابه وصلوا الواد، وصلوا البحر، لأنه واد كبير، وكيتلفتوا من اللور كيشوفوا فرعون، ها هو وصل، وصل عليهم فرعون. صافي هذيك الساعة بنو إسرائيل فشلوا، قالوا إنا لمدركون، حصلنا شدونا مشينا. موسى ديك الساعة ما بقاش وأخافوا، قالوا لا كلا إن معي ربي سيهدين. في الدو العصا، والعصا ماشي هي إله، وإنما هي رمز للقدرة الخارقة الربانية، وهي غير عصا، عصا موسى. وفعلا ضرب بها البحر فانفلق في القين وصار دفتين، وجعل الله له في البحر طريقا يابسا، أداز موسى عليه السلام، ثم طم بعد ذلك البحر على فرعون ومن معه، وهلكوا إلى يوم القيامة. هذه المعجزة هذه ما تقولوش وديرها ما تكررش، ما تعاود لا تعاود، ولكن بشرط. الله عز وجل ما عطاش لسيدنا محمد عصا، ما عنده عصا، ولكن أعطاه القرآن الكريم. وكونوا على يقين أن معجزة القرآن الكريم هي أكثر أثرا وأعظم خطرا من عصا موسى، لأن عصا موسى كانت خاصة بموسى، ما كدير ديك الخدمة غير في يد موسى، ليكون تحت له شدة واحد آخر ما تخدمش هذيك الخدمة. أما القرآن الكريم فهو لمحمد عليه الصلاة والسلام ولكل مسلم إلى يوم القيامة، يفعل الله به الأعجيب على يد كل مؤمن. ولذلك قلت محتاجين إلى بعثة جديدة، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، نحتاج إلى جديد. هذا بيت القصيد، وهذا المقصود من البعثة. وإنما التجديد تجديد الجميع، ما تصوروش نقوم تسنوا غير يخرج فينا المهدي المنتظر الذي سيجدد، ذلك وعد لوقته، ولكن نحن مطالبون الآن أن نكون جميعا مجددين. ماذا نجدد وبما نجدد؟ بأمرين، جوج الأمور كلاهما يدور على كتاب الله، جوج الأمور دايرين بجوج على القرآن الكريم. أما الأمر الأول فهو التمسيك بالكتاب وبقوة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، شد في كتاب الله تعالى بقوة، مساك يمسك فيها تشديد وتضعيف، يعني شد وبقوة. علاش؟ لأنه الخرين عندهم جميع آلات الدمار، أنت عندك كتاب الله عز وجل، وسترى بإذن الله كيف يمحق الله به كل عصيهم، ترى القنابل ديالهم وجميع وسائل الإعلام ديالهم إن هي إلا كخيوط وحبال سحرة فرعون، اطلق عليها القرآن الكريم فإذا هو يتلقف ما يفكون بإذن الله عز وجل. هذا يقين نؤمن به، يقين. إذن التمسيك بالكتاب أو واحد. اثنين، إصلاح ما تبدل منه، احنا بدلنا من كتاب الله، صحيح ما بدلناش الألفاظ وما عندناش القدرة نبدلوا الألفاظ، ولكن بدلنا المعاني سلوكا وتفسيرا، نعود إلى ما فسر به النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم، وهذا معنى العود إلى السنة. الذي يعود إلى السنة إنما يعود إلى القرآن. ألم تقل عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن، فإنما كان القرآن صفة خلقية سلوكا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسنة النبوية هي المنهج الذي به يمكنك أن تنزل القرآن في حياتك الشخصية وفي حياتك الاجتماعية. كيفاش دير تعيش القرآن في ذاتك وفي المحيط اللي حولك؟ خذ بالسنة النبوية. فالرسول عليه الصلاة والسلام القدوة، كان قرآنا يمشي بين الناس، فنحتاج إلى أن نكون قرائين
جميعا تمشي بين الناس. ولو فعلنا هذا لنكون بإذن الله فعلا قد نجونا من ورطة بني إسرائيل. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، مسكنا بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب. القرآن الكريم أيها الإخوة كتاب كوني، قلتها مرارا وأعيدها، أي أن فيه أخبارنا وأخبار الكون كله، لأن الذي تكلم به، والقرآن كلام الله كما هو في عقيدة السلف الصالح، القرآن كلام الله لأن الذي تكلم به هو رب الكون، فحدثنا عن الإنسان باعتباره يسكن في الكون، وهذا شيء عظيم. حينما تنظر إلى القرآن ستبصر كل شيء بإذن الله من حقيقة الدنيا وحقيقة المصير إلى الآخرة، تبصر الحقائق الكونية التي جهلها كل كفار الغرب، وبهذه الحقائق يمكن للأمة أن تنتصر مرة أخرى. بالحقيقة القرآنية يمكن للأمة الإسلامية أن تنتصر مرة أخرى، لأن الذي أهلكنا ليست أسلحة بني إسرائيل ولا أسلحة أمريكا إطلاقا، الذي أهلكنا ليست أسلحتهم، وإنما ما دخل في قلوبنا من الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لماذا أحببنا الدنيا؟ لسبب واحد، لأننا لم نعد نمسك بالقرآن. القرآن الكريم يعلمنا كيف نعيش الحياة، كيف نعيش الدنيا، وكيف نعمل للآخرة. القرآن الكريم كتاب يحتاج إلى إعادة قراءة من لدنك أنت وأنا وكل الناس. ما تحتاج يجي عالم يفسرك القرآن باش تعمل بالقرآن الكريم. اقرأ القرآن، اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، اتلو، قرأ قرأ، تعلم ما علمت وتجهل ما جهلت، فإن الله يفتح عليك بنور القرآن أشياء قد لا تخطر على عالم بالبال. اقرأ القرآن، في القرآن جاء للجميع، صحيح للعالم درجة خاصة في التفسير والفهم، ولكن لكل الناس من غير العلماء حظ من القرآن الكريم. الله تعالى لما قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ما كان يخاطب العلماء وحدهم، لا أبدا، مش غير العلماء، كل شيء، العموم. أفلا يتدبرون القرآن، لأن التدبر ماشي بمعنى التفسير، التفسير الخدمة ديال العلماء، أما التدبر كتشوف الآية وخا تفهم غير شوية منها وتعود تشوف نفسك، هذا التدبر، ترى آثار ذلك في نفسك، ما موقع نفسك من تلك الآية، الآثار، تدبر النظر إلى دبر الأشياء أي ما يقع بعدها، تتبع الآثار، تدبر وترى آيات الله في الناس، في جيرانك، في أهلك، في كل ما ترى في الحياة. شوف الناس الذين ظلموا، تدبر أمرهم، تدبر أمرهم، تبع قصة دياله، تبعوا غادي تشوف ربي تعالى كيف يدير له خاتمته إن أحياك الله بعده، هذا من التدبر. ولذلك قال أم على قلوب أقفالها، والقلوب هي ملك الجميع، كاينش اللي ما عندوش قلب، مش غير العلماء اللي عندهم قلوب، أم على قلوب، القلوب يتعلق بها الإيمان، والإيمان مطلوب من الجميع وليس من العلماء وحدهم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولذلك قال أم على قلوب أقفالها، ألا تقرأ الفاتحة؟ ألا تقرأ سورة الناس قل أعوذ برب الناس، وسورة الفلق؟ ألا تقرأ سورة الإخلاص، سورة التوحيد قل هو الله أحد؟ تدبر أبسط الكلمات، وليس في القرآن بسيط، يعني الشيء القليل من القرآن تدبره، عيش معاه، ديره هو الميزان ديال نفسك وديال صلاح العمل ديالك وفساد العمل ديالك. وكل منا فقيه نفسه، كل واحد فينا عارف نفسه فين قوية وفين ضعيفة. الشيء الذي لا يعلمه غيرك إلا الله الذي خلقك وبرأك ويعلم نجواك وسرك، الذي يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت تعلم من نفسك أسرارها، تعلم من نفسك جانب الخير منها، وتعلم من نفسك جانب الشر منها. فتدبر ذلك في ضوء القرآن الكريم حتى تعالج نفسك من التبديل. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له وتنجو من الرجز بإذن الله. نحن الآن في حاجة فعلا إلى الحفاظ على القرآن من أن يتبدل أو يبدل
من أن يبدل مفهوما أو سلوكا وعملا وإرجاع الأمور إلى نصابها. الأمة الآن على شفا حفرة من النار والعياذ بالله، على جرف الهاوية. ما يقع للبلاد والعباد ليس أمرا عاديا، خطر. أقول هذا وأعلم ما أقول، خطر، وخطر على الجميع، على الصالحين والطالحين سواء. ذكرتها وأعيدها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مطلوب منا جميعا أن نلتف مرة أخرى حول القرآن الكريم، شدوا القرآن الكريم الإخوة الكرام، اصحبوه وصاحبوه. مش معقول نهائيا تدوز عليك شهر شهرين ثلاث شهور عام ولا تقرأ من كتاب الله آية واحدة ولا سطرا واحدا ولا كلمة واحدة. هذا خطر، هذا خراب. أمرنا بأن نعاشر القرآن ونعيش في ظلال القرآن كل يوم، كل يوم. خذ منه ما استطعت ولا تتركه البتة. خذ داكشي اللي قديت في النهار ولكن ما تنقطعش عليه، ما تعاديش، إذن يعاديك الله والعياذ بالله. أتتخذه إذن مهجورا كما اتخذه الذين سبقوا مهجورا؟ من هجر كتاب الله هجره الله، والأمة التي تهجر كتاب الله يهجرها الله، نسأل الله العافية. وأفظع الهجران هجران رب العالمين، لأنه حينما يأكل الله الإنسان إلى نفسه فقد وكله إلى الخراب والدمار النفسي والاجتماعي في الدنيا ثم في الآخرة إلا أن يتغمدنا الله برحمته. مطلوب منا أن نتلو، أتلو هذا أمر، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، تلاوة. والتلاوة لها بركة تنور القلب وتعصمه من الذنوب، وليس عبثا. أن الله عز وجل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بترتيب الله لقارئ القرآن لكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا كنز كبير نحن عنه غافلون. قراءة القرآن ماشي مطالعة ديال الكتاب ولا راك كدير شي قراءة ديال القصة باش تسلى، أبدا إطلاقا. حينما تقرأ القرآن اعلم أنك تقرأ معجزة، اعلم أنك تمسك بعصا موسى، يتحول منك ما قد تظنه غير قابل للتحويل من أمر دينك وأمر دنياك. اقرأ القرآن، أتلو، تجد الراحة فيه وتجد الفرج فيه. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يكفي أنك حين تقرأ القرآن تحيط بك الملائكة، نور الله ينزل عليك من السماء، شيء عظيم جدا. ثم بعد ذلك تتلو وتعلم أيضا من القرآن علما، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تدارسوا كتاب الله، قلبوا على الأماكن اللي فيها مدارسة القرآن، في المساجد وفي دور القرآن وفي البيوت، دار ديالك جعلها منزلا لتدارس القرآن الكريم. خذ المصحف الكريم، خذ التفسير إن كنت من أهل قراءة اللغة العربية البسيطة، والتفسير الحمد لله ميسر اليوم وبلغة بسيطة جدا، وذلك مضمون من مضامين قول الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربي يسر له حتى التفسير، آلاف تفسير مطبوعة وبثمن رخيص، غير معقول الدار ديال المسلم تدخل لها وما تلقاش تفسير للقرآن الكريم، غير معقول. لا يجوز أنك في الدار ديالك خالية من كل ورقة تتعلق بالقرآن. والمصيبة أنه يمكن الدار فعلا تدخلها وما تلقاش حتى المصحف الكريم. هذه أم المصائب. دير مصاحف يا أخي، ماشي واحد ماشي اثنين، شحال هو المصحف يسوى؟ ثمن دياله ما عنده ثمن، ما عنده ثمن، لأن كلام الله لا يباع. ولكن اللي كتشري كتشري الورق، شي اللي كتشري ثمن ديال الورق والثمن ديال الخدمة ديال الورق، ما كاينش فيه بحال الكتب ديال بنادم حقوق المؤلف إطلاقا، لأن حقوق المؤلف ولله المثل الأعلى، هي حقوق المسلمين أجمعين. كل مسلم في الكون له حق في كتاب الله باعتباره عبدا من عباد الله. لا يجوز لمؤمن كيس فاطن، والمؤمن كيس فاطن، أن يخلو بيته من كتاب الله ومن تفسير من تفاسير كتاب الله، على الأقل غير واحد. فتدارس كتاب الله، تعلم، تعلم من القرآن علما. ما قاريش مزيان، عندك ولدك يقرأ في المدرسة، قل له ولدي قرأ واسمع أنت واسمع الزوجة ديالك المرأة ديالك ووليداتك وبنياتك، فذلك سيكون لهم آثار في أنفسهم وشخصياتهم في المستقبل. هذاك بحال الطبع، بحال البصمات لما كتطبع لهم على القلوب ديالهم هما صغار،
كيكبروا فيما بعد وكيولي عندهم داكشي ذكريات يحنون إليها، وبمثل ذلك يحسنوا سلوكهم كيدينوا من اللي كيكبروا، لأنه تطبعوا بالإيمان من اللي كانوا صغار، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أنت مسؤول على أولادك، لما تخلي المصائب ديال الغناء الساقط كيفرع الدار بالتلفزيون وبالمسجلات والأشريطة المدمرة، ما تعطيهمش لحظة واحدة يجود فيها كتاب الله وتفسر فيها آية من آيات الله. أنت ظالم والله، إذن ظالم، ظالم اللي تعطيهم الشر وما تعطيهمش فرصة يسمعوا الخير. أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر في نفسك وفي بيتك أولا، وأول ذلك القرآن الكريم، اخدم به. وجاهدهم، فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا الله عز وجل يتكلم. ما عندناش قدرات الآن أكبر من القدرة القرآنية اللي ربي عز وجل بثها في كتابه، تحول الأمة من الضعف إلى القوة، وديك الساعة تولي حجرة واحدة تريب جبل ديال الكفر بإذن الله عز وجل، إذا كانت هذه الحجرة تنطلق من يد قرآنية ماشي فاجرة مخمرة ضالة مضلة، بل من يد طاهرة متوضئة قرآنية. تقرأ القرآن وتعمل بالقرآن الكريم، أتلو وتدارس ثم تدبر، هذه التالتة، تدبر، تدبر آيات الله في القرآن وفي نفسك وفي الكون في الآفاق، وتفكر وتأمل. راه التأمل ماشي ديال الفلاسفة بوحدهم، راه ديال كل مؤمن، كل مؤمن مطلوب منه أن يتأمل نفسه والكون حوله، وشوف العبر ديال الله عز وجل في السير اللي كتوقع بين الناس والحوادث اللي توقع للناس والقصص اللي تحدث بين الناس، وعلم أن الله يتعقب كل ذلك لحظة لحظة، حدثا حدثا. لا يقع شيء في الكون ولا في المجتمع ولا في أي نفس إلا بإذن الله. الله عز وجل هو مدبر الكون، هو مديره، هو الحي القيوم، تلك هي القيومية. القرآن يعلمنا كل هذا، ونوقن في أن الله هو القوي، هو المتين سبحانه وتعالى. وحينئذ تتضاءل كل القوى في نفسي، ما تبقاش قوة في العالم لكي تساوي نملة في الجهة ديالها. لما كتعمر بالقرآن انت كتحس برأسك بحال الجبل ديك الساعة. لو يحدث هذا للناس تكون بعثة جديدة، إذن تحدث بعثة جديدة في البلد وبين الناس، بعثة بالمعنى الذي ذكرت، من يجدد لها دينها. ولا يقع التجديد إلا بتجديد تعامل مع القرآن الكريم، تجديد أخلاق ديالنا في ضوء القرآن الكريم، حينما يصبح خلقنا القرآن وتتحول حياتنا إلى حياة قرآنية سنية نبوية. وسائل ذلك بسيطة، يعني كيفاش نديروا هذا الشيء؟ بسيط، بسيط جدا. نحتاج إلى عهد، عهد كل واحد يقطعه بينه وبين نفسه مع الله عز وجل، عهد نجدد فيه توبتنا إلى الله ونعزم على مصاحبة القرآن الكريم. بدل صحابك ودير صاحب واحد هو القرآن الكريم، واللي صاحبك على القرآن هذاك هو الصاحب، اللي ما صاحبك شيء على القرآن بعد منه، بعد من البلا ليبليك. صاحب واحد القرآن، فكل من صاحبك بعده فعليه، فعل القرآن ومع القرآن، وإلا فلا. هذا عهد اقطعوه على نفسك تنجو بإذن الله، وتكون من أهل القرآن وممن أنعم الله عليهم بأن يدخلوا في الحديث، حديث البعثة المجددة، تكون واحد من هادوك من يجدد لها دينها. ولك فضل وأي فضل، وتكون إذن في طلائع الخير وضمن طلائع الخير. هذه اللحظة التاريخية اللي راني نتكلم معكم فيها راه لحظة، الآن يولد جيل في هذه اللحظة التاريخية، جيل للقرآن الكريم، لأنه السقوط ديال الأمة وصل حده. كانت الأمة دايره بحال شي حجرة نازلة في قاع الواد من راس الجبل، هابطة 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 هابطة، دابا طاحت في خطرة، ارتطم الحجر بالأرض بقاع النهر وبقاع الهاوية، وآن الأوان للصعود من جديد. لا تصعد الأمة إلا بما صعدت به أول الأمر، ولم تصعد أول الأمر إلا بالقرآن. إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل من الصحابة إلى الأمصار القراء. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كيجي وفد من اليمن أو من نجران أو من أسلم أو غفار أو الاستؤدري من القبائل العربية آنئذ، يصفت لهم واحد، أقرأهم لكتاب الله، يجعل عليهم أقرأهم لكتاب الله أميرا. كان القرآن هو الشهادة العليا
لكي يولي بها الإنسان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو المهيمن على البلاد والعباد، لأنه ينظر إلى الناس بضوء القرآن الكريم، وينظر إلى الحياة بضوء القرآن الكريم، ويسوس الناس في سبيل القرآن، أي في طريق القرآن، فلا يقع وجاج. من خرج عن القرآن ظهر له أنه انحرف، فيعيده إلى القرآن بالقرآن. وحينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام دأب الصحابة على هذا. صح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أحد قراء القرآن الذين أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ القرآن عنهم، الصحابي الجليل، وكان أميرا على العراق في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي كان سيدنا عمر خليفة المسلمين، كان دار عمال على الأقاليم وولاد، الوالي دياله على العراق كان هو أبو موسى الأشعري. قالوا كان يعقد في مسجد البصرة، البصرة بالعراق، يعقد في مسجدها حلقا للقرآن الكريم. أستاذ واحد داير حلقة هنا وحلقة ليه وحلقة ليه وحلقة ليه وحلقة ليه، حلق، وكيف تليهم القرآن الكريم ويعلمهم علوم القرآن الكريم، لأن الصحابة ما كانوش كيحفظوا ولا كيحفظوا القرآن بغير علم، بالخمسة دل الآيات بالخمسة دل الآيات، حتى يتعلموا الفقه ديال الآيات والعمال بالآيات عاد ينطلقوا للتي بعدها. فكان يخرج ويتخرج على يد أبي موسى عشرات عشرات أهل القرآن ممن كانوا مقتدين بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان خلقه القرآن، مش غير حفظ وكفى، بل حفاظ وعمال، عمال بالقرآن، عمال للآخرة وعمال لله لواحد القهار، ينشرون الخير والفضل بين الناس. وبذلك قامت الأمة وكان لها شأن في التاريخ، وزحفت وبقوة إلى أوروبا، وطوقتها كتطويق الهلال بصورة عجيبة. يعني أوروبا عشت واحد مرحلة في التاريخ ديالها مشدودة باللقاط باللقاط، طرف ديال الأمة الإسلامية اللي كانت كتقود الخلافة الإسلامية العثمانية في إسطنبول في تركيا دخلوا حتى الأوروبا الغربية تقريبا كاملة، ما زالت الآثار ديالهم، هاد البوسنة والهرسك وهذا الشيء كله إن هو إلا آثار الفتح الإسلامي التركي العثماني الإسلامي. وقبل ذلك الإسلام دخل إسبانيا كما كتعلموا، حتى دخل إلى الحدود الفرنسية، ومعروف المعركة التاريخية اللي كانت مع شارل ملك فرنسا. وكانت لعلمكم، وهذا كلام يفرح ويحزن، كانت الديور ديال الفرنسيس العائلات الأرستقراطية الفرنسية، يعني البرجوازية الفرنسية في ديك المرحلة، الناس الكبار أصحاب الفلوس الكبار النبلاء في الديور ديالهم كيتكلموا باللغة العربية. علاش؟ زعما هادوك الناس مفخمين، ناس كبار، أما الشعب العادي كيتكلم غير بالفرنسية. تقلبت على الرأس والقفا بالتمام والكمال. الآن الأرستقراطية المغربية مع الأسف كتكلم بالفرنسية، والشعب العادي كيتكلم غير بالعربية. في تلك المرحلة بالذات الأرستقراطية الفرنسية كتكلم باللغة العربية، المرأة الفرنسوية اللي كتكلم بالعربية أي هاي شكون قدها، كتكلم بالعربية. سبب واحد، ماشي العربية فيها سر غريب، لا أبدا، اللغة كسائر اللغات الطبيعية لغة. واش السر اللي كان عندها؟ فقط القرآن الكريم، لغة نزل بها القرآن. لولا القرآن لكانت اللغة العربية ماتت في التاريخ، لا يمكن أبدا بقانون الله عز وجل في اللغات أن تعيش لغة كل هذه المدة. ما كناش لغة في العالم الآن اللي بقي حية وعندها العمر ديال اللغة العربية إطلاقا، ولا لغة واحدة، كل اللغات ماتت. وكاين واحد القانون الآن، يعني هو قانون اللغات بحال قوانين المجتمع، يعني كتسمى سنن الله في الخلق، وهو أنه هذه من الأشياء العجيبة جدا سبحان الله العظيم، لما كيوقع اختلاط لغتين، لغة كتدخل في لغة، ما يمكنش يعيشوا بجوج، لا تتعايش لغة مع لغة، وحدة كتقتل الأخرى، وحدة تقتل الأخرى، شكون اللي كتقتل؟ اللغة اللي مواليها بزاف كتقتل اللغة الأخرى، كما وقع في أمريكا. أمريكا دخلوا عليها أغلب الأوروبيين من الإنجليز، وصارت اللغة الإنجليزية هي اللغة الغالبة، قضات على اللغة المحلية اللي كيتكلموا بها الهنود ديال أمريكا، ماتت إلى يوم القيامة، مشات. ثم طغت اللغة الإنجليزية على جميع اللغات بعد ذلك، باعتبار طبعا في أمريكا الشمالية كانت تتكلم، باعتبار الكسرة الكاسرة آنئذ ذاك الوقت للوفود المهاجرة من البلاد الإنجليزية إلى أمريكا. كثروا. الذي حدث في تاريخ الأمة شيء عجيب، وهو أن الفرس بلاد فارس إيران اليوم دخلت في الإسلام بعد فتح فارس في معركة القادسية،
البشر اللي دخل ديك الساعه الاسلام اكثر بكثير من العنصر العربي اللي كان موجود في البلاد العربيه. بهذا القانون كان مفروض ان اللغه العربيه تموت وتولي اللغه المعتمده في البلاد العربيه هي اللغه الفارسيه، لان اغلبيه المسلمين ولاو كيتكلموا بالفارسيه. ولكن اللي حصل فقط هو ان اللغه العربيه ضعفت وتحولت الى عاميه ولم تموت. ويكذبوا عليكم اللي يقول لك ان اللغه العربيه الفصحى ماتت اطلاقا، وساوتيك بالدليل باذن الله. علاش اللغه العربيه بقت عايشه؟ لسبب واحد، هو ان الفرس بنفسهم، هما الفرس هم قاموا يضعون علم نحو وقواعد اللغة العربية. كتاب سيبويه، أو ليس لسيبويه وهو رجل من فارس، أول كتاب في النحو ديال العربية كتبوا فارسي ماشي عربي. علماء الحديث أغلبهم فرس ماشي عرب، ومن بلاد ما وراء النهرين، يعني أفغانستان بخارة كلها بلاد عجم ماشي عرب. البخاري من بخارة، بلاد الإسلامية اللي كانت في مستعمرات السوفيتية سابقا. الإمام مسلم فارسي، نيسابور يا بلاده نيسابوري. الترمذي من ترمذ ماشي عربي. النسائي ليس عربيا. ابن ماجه ليس عربيا. هذه كلمات فارسية وليست عربية. يعني تقريبا 99% ديال علماء الحديث كانوا عجما. وأول ناقد اللي علم الناس يقولوا هذا حديث صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن وهذا وهذا، كيدير النقد ديال الحديث، شعبة بن الحجاج النيسابوري، ماشي عربي ليس عربيا. العجم دافعوا عن اللغة العربية وتحملوا مؤنة ومئنة تعليم اللغة العربية للناس. علاش؟ لأنهم صاروا مسلمين، ولأن القرآن بلسان عربي مبين. لولا كتاب الله، لولا هذا القرآن لماتت اللغة العربية بقانون اللغات. فالقرآن الكريم إذن كان هو عصا موسى. يعني غريب هذا الشيء اللي وقع فيه عصا موسى. إذا أخذنا بالقرآن الآن ستحدث المعجزات نفسها التي حدثت للأمة قبل في جيل الصحابة ومن بعدهم، من القوة والحيوية والجدة تولي جديدة، لأن القرآن جديد دائما كما هو قديم دائما جديد دائما. القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل، ويحتاج إلى قوم يحملونه ويأخذونه ويمسكون به بقوة. فإذا إذا استطعنا فعلا تأمل قضية التبديل اللي راه وقع بنا، راه هو سبب الهلاك ديال هذا التبديل الذي نمارسه صباح مساء، نبدل ونستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. إذا استطعنا أن نثبت على القرآن الكريم ونعود إليه في أنفسنا كل واحد فينا، ثم بعد ذلك في الدعوة إلى القرآن الكريم، نحمل راية الدعوة إلى كتاب الله في أبنائنا وفي محيطنا، فإن الله عز وجل يحدث لنا معجزة، لأننا نمسك حينئذ ونمسك بشيء كعصا موسى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، واجعل القرآن جلاء غمنا وهمنا، واجعل القرآن نور أبصارنا. اللهم نورنا بالقرآن، اللهم اجعله نورا يحيط بنا، واجعله نورا يمشي بنا. اللهم ربنا اهدنا بالقرآن، وثبتنا بالقرآن، وأحينا على القرآن، وأمتنا على القرآن، وارزقنا شرف الجهاد بالقرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.